ما حكم قتل الحشرات الحرم؟ ايش؟ قتل الحشرات الحرم؟ حشرات شنو؟ مثل ايش؟ مثل يعني ايش يعني يؤذي ولا شيء؟ مثل ايش؟ يعني مثل الطيور طيور ولا شيء؟ حمام؟ حرام ولا شيء يعني؟ السؤال يسأل يقول ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ وأردت منه مثالا للحشرات ولكنه عجز وقال الطيور. ها؟ أي شيء يعني مثلا؟ أي شيء عجل. قتل آدمي؟ آدمي؟ أنا أدري. أنت تقول أي شيء؟ يعني ما قتل حشرات يعني؟ حشرات مثل إيش؟ مثلا يعني إذا صار لا أحد يتكلم. نعم. إذا كان داخل حرم يعني مثل إيش؟ مثلا يعني نمل ولا شيء؟ النمل أنا ما رأيت نملة في الحرم. اني احكم اني ما حدد لي لان انا الان شف انت فهمت ان من الحشرات الحمام. انا عندي مثال هذا المثال اللي مثل ايش؟ اللي قلت لك البعوض. البعوض لا. طيب على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث اقسام. قسم امر الشرع بقتل فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى يتجد في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العظيم. والوزغ أيضا مأمور بقتله. أتعرف الوزغ؟ نعم البريص وأبرص يسمى وسمى السامة الأبرص له أنواع والوزغ وإيش؟ والضاطور. المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله. هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم. لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنها تنفخ النار عليه. طيب هذا القسم. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب الثالث ما سكت الشرع كالصراصي والجعلان والخنفساء وما أشبه هذه قال بعض العلماء إنه يحكم قتله وقال بعضهم إنه يكره وقال بعضهم إنه يباح لكن تركه أولى. هذا قول الثالث الأخير والصواب أن قتلها مباح والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. نعم لم ينهى عنها أي عن قتلها ولم يؤمر بها أي بقتلها مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحا فدعها تسبح الله عز وجل لا تقتلها. لكن لو قتلتها عليك إثم؟ أجيبوا جماعة لا. انتهينا الآن من الحشرات المحرمة بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. هنا انتهى. طيب البعوض من أي أقسام؟ إليك مما أمر به ولا لا؟ يا قد نقول إنه مما أمر بقتل قياسا على الخمس لأن البعوض مؤذن بلا شك. هذه جهة واضحة. أحيانا تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد
وربما يسبب جروحا، فهي مما أمر بقتله. طيب إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا، فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقات.